الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أهل علينا هلال شعبان، هلال خير وبركة، وهلال يمن وسلام وإسلام يا رب العالمين، علينا وعلى جميع المسلمين. وأعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام ومحاسن الأخلاق ما حيينا، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا يا رب العالمين. أما بعد، الجلسة الأخيرة في باب الوكالة أو فصل الوكالة في فقه السادة الشافعية من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في أحكام الوكالة، وتكلمنا فيها على تعريفها وعلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الوكيل وفي الموكل وفي الموكل فيه، وأنها عقد جائز، وأن الوكالة عقد جائز يمكن أن يفسخ بأي طرف من الأطراف، وأن يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط. ثم وقفنا على قوله: ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع، يعني غير مقيدة بثمن أو بحلول. يعني مطلقة، يعني إيه مطلقة؟ من كل قيد، ليست وكالة عامة. في فرق بين الوكالة العامة والوكالة المطلقة. الوكالة العامة عند الشافعية لا يجيزونها، في مذهب الشافعية لا يصح أنك أنت تعمل لنفسك وكالة عامة لواحد، توكيل عام شامل يسموه. التوكيل العام الشامل ده يعني في كل حاجة، ده عند الشافعية لا يجوز، لابد أن تكون التوكيل يكون مقيد بمهمة معينة أو بوظيفة معينة يؤديها. إنما هنا يقصد الوكالة المطلقة إيه؟ إن أنا أوكله في البيع والشراء، ولو أحدد له ثمن، ولو أحدد له عملة، ولو أحدد له مكان البيع، ولا أين يشتري، دي اسمها مطلقة. يعني لم أقيده بتفاصيل ما يفعله في الوكالة، أدي معنى الوكالة المطلقة، يعني مطلقة من القيود. فطالما وكلت وكالة مطلقة، الشرع بقى يقيده بثلاثة شروط عشان يعمل لمصلحة الوكيل. يجي الشرع، الفقهاء يقيدوه بثلاثة شروط، فبيقول إيه: ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. يبقى بيتكلم على وكالة في البيع أهو، مش كده؟ برضه ده مثال، أو وكالة مثلا في الزواج أو شيء من هذا. وكلته إن هو يختار لي زوجة ويزوجني إياها ومطلقة، يبقى يزوجني واحدة من نساء المدينة اللي أنا فيها، ما يجيبليش واحدة من البرازيل وأنا في مصر يجوزهاني.
واخد بالك؟ الا اذا انا قيدته بقى قلت له انا عايزها مثلا من اليابان، خلاص معلش انا اللي قلت له. لكن لو قلت له مثلا ايه، زوجني امراه تكون فيها الشروط كذا وكذا، ولم احدد له مكان يعني موضعها، يبقى معناها تكون من نساء هذا الحي او من نساء هذه المدينه على اساس العرف كده الجاري. هنا برضو وكالة في البيع والشراء مطلقة، ما قلتلوش تشتري قد ايه وتشتري بايه وتشتري بكام، خدت بالك؟ دي اطلقتها. او البيع، ما قلتلوش لما تبيع هذا المال تبيعه بكام وباي عملة وباي سعر، قلت له وكلتك في بيع عمارتي التي في المقطم مثلا وخلاص، لا قلت له بكام ولا في حدود سعر كذا ولا العملة ولا شيء من هذا، دي اسمها وكالة مطلقة. يقوم الشرع يقول له ايه؟ يقول له لازم في ثلاث شرائط تراعيها بقى. الشرائط دي يراعيها مين؟ الوكيل. ان يبيع بثمن المثل، يبقى اول حاجة هو ايده يد امانة على الوكالة، امين، يبقى ما يبيعهاش الا بثمن المثل، فما يبيعهاش باقل من ثمنها، هو اللي ما توكلتني والا يبقى نصاب. انا اقول له بيع لي العمارة اللي في المقطم تمنها 7-8 مليون، يروح بيعها لي بمليون بس، يبقى كده نصاب. ليه؟ لانه باعها باقل من ثمن المثل بخس، يبقى لم يراعي مصلحة الايه الموكل. يبقى لازم طالما انا ما شرطتلوش يبقى يسأل بقى ايه سوق العقارات، العمارة دي تساوي كام، ويبيعها في حدود ثمن المثل. واضح؟ يبقى اول شرط ان يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل الغالب. يعني افرض هي ب7 مليون، راح بيعها لي ب7 مليون الا 100 ألف، تمشي، لان ده يعني ايه حدود السعر، كمان اللي تزيد حاجه وتقل حاجه مقبوله. الحاجه ام 10 ممكن تجيبها ب9.5 وممكن تجيبها ب10.5، ماشي. انما ما يجيبها لي، ما يبيعها ليش الحاجه ام 10، يبيعها لي ب7 او يبيعها لي ب6 او يشتريها لي ب15، يبقى كده ضرني، خدت بالك؟ يبقى لو كان عمل كده يبقى يسموه غبن فاحش، غبن فاحش يعني ظلم بين. وهو ما لا يحتمل في الغالب. تاني شرط والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا. انا قلت له بيع، ما يبيعليش بقى بالتقسيط وبالاجل، الا لو كنت انا شرطت عليه قلت له بيعها بالاجل، لكن انا اطلقت قلت له بيع العمارة، ما يبيعهاليش بقى بالتقسيط، يبقى معناها يبيعها نقدا. يسموها ايه؟ كاش ماني باللغه العصريه، يعني ما يبقاش لاجل، خدت بالك؟ ان يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع الوكيل نسيئه يعني بالاجل، وان كان قدر ثمن المثل. ولو باع بالاجل بقدر ثمن المثل برضه يبقى غلطان، لانه الزمن ده اللي هو هتاخر في قبض حق مستحقاتي ده في حد ذاته ممكن يجعل ثمن المثل اقل من ثمنه لتغير احوال السوق. ثالث شرط والثالث ان يكون النقد بنقد البلد. طالما انا قيدتوش ما قلتلوش بيعها بالدولار، ولا قلتله بيعها باليورو، ولا بيعها بالريال السعودي، ولا بالرنجت الماليزي، ولا بالين الياباني، ما حددتلوش. طب العمارة دي فين؟ في مصر. واحنا انا موكله منين؟ من مصر، يبقى يبيعها بالجنيه المصري، خدت بالك؟ يبقى خلاص يبيعها بنقد البلد. في بعض البلاد بتلاقي فيه نقدين رائجين، زي ايام النبي كان فيه نقدين رائجين، نقد فضه يسموه دراهم ونقد ذهبي يسموه دنانير، فكان فيه نقدين ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن يتخير بينهما، ان كان النقدين متساويان في القبول في الرواج يتخير بينهما، ان كانوا غير متساويين يتخير اللي فيه المصلحه. طب ملهاش الا نقد واحد، يبيع بنقد البلد. واضح؟ والثالث ان يكون النقد بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالاغلب منهما، فان استويا باع بالانفع للموكل، فان استويا تخير ولا يبيع بالفلوس، وان راجت رواج النقود. بالفلوس يعني ايه؟ الوقت في العمر يعني المثال بتاعها في العصر الحديث، لان الاوراق الماليه حاليا لا هي ذهب ولا فضه، مش كده برضو؟ لكنها عروض تجاره.
في اوراق مالية بتبقى لها قيمة. لما يبيع لي بالورق المالي فئة 100 جنيه غير ما يبيعها لي بفئة ربع جنيه، يجيب لي 10,000 جنيه 4 جنيهات، دول ما لهمش قيمة. ده انا اروح اعرضهم في اي محل ما رضاش ياخد مني. تصور انت هتشتري حاجة ب10,000 جنيه تديهم له 4 جنيهات، الربع المخرون ده، يعني تحطهم له في كيسين ثلاثة، تشيلهم له شوال كده تحطهم له على البتاع تقول له دول 10,000 جنيه، هاي دي اسمها فلوس؟ بالرغم ان هي قيمتها 10,000 الا ان الناس لا تقبلها. يبقى لازم يبيعها لي، يجيب لي النقد ده ايه؟ يكون ماسك نفسه بعملة رايجة في صورة الناس تقبلها. 10,000 جنيه معروف احطها له ورق ميات او ورق خمسينات او ورق ميتينات، تبقى كده رزمة واحدة اديها له خلاص سهلة. انما اديها له جنيهات، تصور بقى اما اديها له جنيهات هديها له 3-4 شويلة بقى مش هيقبلها، يقول لي روح ما تنفعش. فاللي عنده مثلا 20 شوال جنيهات وكل شوال فيه 10,000 جنيه كأنه عنده 200,000 جنيه، كأنه ما عندوش، اهو ده اسمها فلوس. ولا في زكاة كمان، ولا يجب عليه زكاة. صدق بقى، لا زكاة في الفلوس كمان. زي ما يبقى عنده مثلا 1,000,000 جنيه زمان مثلا ملاليم، فئة الملاليم، طب ما مالهاش ليه قيمة؟ ايه القيمة؟ هتبيعها بالكيلو؟ هتبيعها ايه يعني؟ فهمت؟ يبقى دي اسمها الفلوس. دلوقتي يبقى ايه العملة الضئيلة الضعيفة اللي هي في السعودية نسميها الهللة ويسموها الريال. واخد بالك؟ وفي الدولار يسموه سنت. تصور انت عندك 1,000,000 دولار بس قيمة السنت الواحد، كأن معكش حاجة، حتى ما تعرفش تنزل تشتري حاجة. عايز تشتري مثلا بدلة ب 200 دولار تروح مديله رزمتين سنتات كده تحطها له، مش هيرضى، يقول لك روح مش هبيع لك، مش عايز ابيع، بيعتبرها كأنها مش فلوس، كأنها ملهاش قيمة. يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش يبيع بالفلوس دي، لازم يبيع بالنقد الغالب اللي هو عنده قبول عام عند الناس. واضح؟ ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي. احنا مثلا عندنا في مصر القانون بتاعنا المدني يجيز ان الوكيل يبيع لنفسه، يبيع لنفسه. احنا كان مشهور حكاية اللي يشتري عربية يعملوا له توكيل، تروح انت في الشارع العقاري بمقتضى التوكيل ده تبيع العربية لنفسك، مش كده برضه؟ اهو عند الشافعية التوكيل ده والصورة دي غير جائزة، ده بيع باطل. ولا تتملك السيارة، ما تعتبرش السيارة ملكك كمان. شفت قد ايه؟ ليه لا يجيزها المذهب الشافعي؟ في بعض الفقهاء يجوزوها بقيود، فيبدو ان القانون المصري خد بآراء الفقهاء وان كانت اضعف من حيث الدليل، الا انه جعل يعني اخذها لانها فيها تيسير في المعاملات للناس في هذا العصر ربما. لكن لو هتتقيد بمذهب الشافعية ما ينفعش البيع بالتوكيل ده، انك تبيع لنفسك لكن ممكن تبيع للغير. وكمان ما ينفعش تبيع بالتوكيل ده لابنك الصغير لان انت تعتبر الولي بتاعه، ولاية اجبار، فكأنك بتبيع لنفسك برضه. يعني ما تبيع لابنك الصغير كأنك، لكن ممكن تبيع لابنك البالغ الكبير الرشيد لانه يعتبر غريب، له ذمة مالية منفصلة. فهمت بقى ازاي؟ ده مذهب الشافعية في القيود في الحتة دي. ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغى، والاصح انه يبيع لابيه وان علا ولابنه البالغ وان سفل ان لم يكن سفيها ولا مجنونا، فان صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما ولا يقر الوكيل ولا يقر الوكيل على موكله، فلو وكل شخصا في خصومه لم يملك الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه ولا الصلح عنه، وقوله الا باذنه ساقطه في بعض النسخ، والاصح ان التوكيل في الاقرار لا يصح. احنا الكلام ده قريناه قبل كده، لكن النهارده هنقرا حاشيه البيجوري على هذا الكلام. الشيخ البيجوري فصل هذا الكلام فقال ايه؟ قوله ولا يجوز للوكيل الى اخره، اي ولا يصح، يعني لا يجوز هنا معناها ايه؟ لا يصح. يبقى لا يجوز معناها لا يصح، مش معناها تساوي الحرام او المكروه.
اصل ممكن لا يجوز، اما اقول لك لا يجوز تفعل كذا يعني معناها يا حرام يا مكروه، مش كده برضه؟ لكن هنا لا يجوز دي معناها لا يصح، لا يجوز هنا معناها لا يصح، يعني مش ليست حراما وليست مكروها، لكن لا يصح المعامله، اي ولا يصح ايضا فيحرم. وكل ما لا يصح من المعاملات يحرم، يقول الى الحرمه برضه في الاخر، لان لا يجوز التعامل في العقود الفاسده. في قاعدة عامة كده، لا يجوز التعامل بالعقود الفاسدة، واضح؟ فطالما لا يجوز التعامل بالعقود الفاسدة يبقى لا يجوز هنا يعني ايه؟ يعني لا يحرم، يحرم التعامل بالعقد الفاسد. ويضمن، طب ولو عمل عقد فاسد يضمن بقى، لو ما رعاش الشروط دي يضمن بقى، ما تبقاش يده يد ضمان يد امانة، يبقى يده يد ضمان لانه فرط. احنا قلنا لو لم يراعي المصلحة ولم يراعي الشروط المعتبرة تصير يده ايه؟ يد ضمان وليست يد امانة، فيضمن. ويضمن لو خالف وباع على خلاف هذه الانواع وسلم المبيع للمشتري لتعديه بتسليمه له، بتسليمه له ببيع فاسد فيسترده ان بقي ويبيعه ثانيا بالاذن السابق. طب افرض هو باع بالطريقة الغير مناسبة دي وعرف انه فاسد، وجب عليه انه يسترده وله ان يبيعه بالاذن السابق مع مراعاة الشروط، مش سقطت وكالته، لا يسترده ويبيعه بالاذن السابق بالوكالة السابقة، واضح؟ وان تلف، وان تلف، طيب حصل ايه؟ وان تلف غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه. طب افرض انا الوكيل بتاعي وانا الاصيل اهو، انا اللي وكلته قلت له روح بيع كذا، فراح بايع نسيئه ما باعش ايه يعني حال، ما هو عكس النسيئه ايه الحال للحلول، يبقى حال يعني ليس بالاجل، راح بايعه نسيئه وسلم المبيع، يبقى قصره. فليا في الحاله دي ان انا اختار مين اللي يضمن، مين اللي يضمن لو تلف ايه المبيع ده، سلم المبيع والمبيع اتحرق او اتسرق، طيب انا ذنبي ايه؟ هو قصر وسلم المبيع وباع مش بالشروط المطلوبه فصار ضامنا. في الحاله دي اذا سلم المبيع وتلف المبيع الموكل يختار من يضمن، اللي استلم المبيع ولا الوكيل، يختار منهم من شاء والقرار عليه، يعني القاضي يخيره يقول له تضمن مين، مين تغرمه بثمن الحاجة اللي ضاعت، يجي الموكل يختار، يا اما يختار الذي اشترى او يختار الوكيل، والقرار له ليس للقاضي، واضح؟ بيقول وان تلف غرم الوكيل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار، يعني اختيار ايهما مين عليه، يعني على الموكل. فهمت كلام الشيخ؟ هنا بيقول ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أي غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا بأجل ولا بنقد البلد، يعني مش مطلقة، يعني ايه مش مقيدة بأي شرط من الشروط دي، لا قلت له بيع بالثمن الفلاني ولا بيع بالاجل او بغير اجل ولا باي نقد، ما قلتلوش حاجه اسمها وكاله مطلقه. وخرج بذلك المقيده، المقابل الوكاله المطلقه ايه؟ الوكاله المقيده، مقيده بشروط انا قلتها له، فيتبع ما قيد به فيها. انا قلت له بيع بالدولار واحنا في مصر، يبقى ما يبيعش بالجنيه المصري لانها صارت وكاله مقيده. فهمت بقى ازاي؟ يبقى يمشي في الوكاله المقيده بما قيد به، والوكاله المطلقه يراعي بقى الشروط اللي قالها الفقهاء، انها تبقى بنقد البلد وانها تبقى حاله وليست نسيئه وانها ليست بغبن فاحش يعني بثمن المثل او ازيد، ولكن لا اقل منه بايه؟ بطريقه فاحشه، واضح؟ فلو قيدت بثمن تعين ولو وكله ليبيع مؤجلا صح ان اطلق الاجل حمل على العرف،
بين الناس فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للموكل في قدر الأجل. أنا قلت له بيع بالتقسيط، ما حددلوش الأجل قد إيه، على كام سنة، ما حددلوش. يشوف بقى العرف في السوق بين التجار لما بيبيعوا بالتقسيط بيبيعوا على كام سنة، ويراعي العرف بقى. طالما أنا ما قلتلوش قيدته، أنا قلت له بيع بالأجل، طب الأجل ده قد إيه؟ بعد سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، ما قلتلوش. يقوم يشوف غالب المعاملات المالية اللي بالأجل بتبقى على كام سنة، ويراعي الغالب ده اللي هو العرف، ياخد العرف ده، العرف اللي هو المعروف بين الناس يعني. ويشترط الإشهاد في هذه الحالة، يشترط الإشهاد في هذه الحالة، وإن قدر الأجل اتبع، وإن قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره. يعني لو أطلق الأجل، يبقى لما يجي يطلق الأجل يشهد على الأصيل إنه أطلق الأجل، ولما يبيع بالأجل يشهد علشان يحمي نفسه، ما يقولوش أنت أتلفت مالي، أنت بعت بالأجل اللي أنا مش عايزه، طب ما أنت أطلقت كويس، أو قال له الأجل حسب ما تراه في السوق، حسب معاملات الناس، يبقى برضه شبه أطلقه، يبقى في الحالة دي يشهد علشان ممكن بعد كده ينكر لو حصل إنه ما لقاش لي غبطة في البيع، يعني ما لقاش لي مصلحة في البيع، ممكن ينكر بقى، يبقى عنده مغمز. ويشترط الإشهاد في هذه الحالة، وإن قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل. خلاص إن قدر ما فيهاش مشكلة، أنا قلت له بيع بالتقسيط في حدود سنتين، خلاص أنا حددت له، يبقى ما يبيعش في ثلاث سنين ولا على خمس سنين، يبيع على سنتين. فإن باع بحال، يعني أنا قلت له بيع بالأجل فباعه حال، يعني إيه؟ يعني من غير أجل، يبقى الحلول يقابلها الأجل اللي هو النسيئة. فإن باع بحال أو نقص عن الأجل الذي قدره، أنا قلت له بيع في سنتين فباع لي في سنة، أو باع لي بغير أجل، أكيد ده أنفع أفضل، فهمت؟ طيب نعمل إيه؟ كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بيعه إلى شهرين، صح البيع لأن ده في مصلحة أعلى، مش كده برضو؟ يبقى في الحالة دي يصح البيع، برغم أنه لم يراعي الشرط لأنه عمل ما فيه المصلحة، واضح؟ صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه ضرر. يصح إمتى؟ إن لم ينهه الموكل، لأنه ممكن يبقى الموكل ليه هدف مش مصلحته بس، ده هو راجل خير عايز ييسر الامر على الناس، يقول له بيع على ثلاث سنين علشان الناس بتعاني من غلاء وفي فقر وهو مش محتاج المال ده، فليه وجهة نظر ان هو عايز يجعلها في نوع من الخير يعني والاحسان للناس، فراح هو خالف مقصوده وراح بيع بالايه؟ بالاجل، خدت بالك؟ يبقى طالما ما نهاهوش يصح، طب لو نهاه يبقى لا يصح. قال له بس اوعى تبيع ايه؟ حال، ولا تبيع اقل من المده دي، يبقى خلاص نص. لكن لو ما نصش وراح بايع بدل بالاجل بايعه حال كويس، او باعه ايه يعني باعه بالاجل او اقل من الاجل، يا يعني اما حال او اقل من الاجل، انا قلت له بيع على سنتين باعه على نص سنه، على ست اشهر، يبقى يصح ما لم ينهه الموت ولم يكن عليه فيه ضرر، وكمان الشرط الثاني ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن او مؤنة حفظ، ولم يعين المشتري، لان في اشياء بضائع بتحتاج تكاليف في حفظها، فلو هيبيعوا وتكاليف الحفظ دي هتؤثر عليا تضرني، يبقى في الحالة دي هيعود الضرر عليا، فيبقى لازم يبقى البيع بطريقة لا يعود ضرر على الموكل. ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن او مؤنة حفظ، ولم يعين المشتري، والا فلا يصح لظهور قصد المحاباة، ولو قال بع بما شئت او بما ترى فله بيع بغير نقد البلد، لا بغبن ولا بنسيئة، يبقى ممكن يقول له بع
بما شئت، وممكن يقول له بيع بكم شئت، وممكن يقول له بيع كيف شئت. يبقى عندي بما شئت، بكم شئت، كيف شئت، كل واحدة تحمل معنى. فهمت بقى ازاي؟ فهنبتدي نفصل الثلاث صيغ دول ازاي يفهمها الفقيه. ولو قال بع بما شئت او بما تراه فله بيع بغير نقد البلد، لا بغبن ولا بنسيئة. يبقى ما يقول له بما شئت يعني معنى ايه؟ معنى نوع العملة، ما دي تعود على العملة. طب بكم؟ عدد قدر العملة. يبقى ما يقول له بكم شئت يعود على القدر، بما شئت يعود على النوع، كيف شئت يعود عليهما. فهمت بقى الفرق؟ فهمت الفرق في السير؟ لما يقول له بما شئت يعود على نوع العملة، بكم شئت يعود على قدر العملة، كيف شئت يعود عليهما. ولو قال بع بما شئت أو بما تراه فله بيع بغير نقد البلد، لا بغبن ولا بنسيئة. أو بكم شئت فلو بيع بغبن فاحش. أول ما يقوله بكم شئت يبقى في العدد، يبقى ممكن يبيع أبو مليون يبيع بمئة ألف، لأن طالما قلت له بكم شئت تركت له المشيئة لي. فهم؟ يبقى هنا حتى لو بغبن ماليش أن أنا أرجع عليه، لما أنا اللي قلت له كيف شئت بكم شئت. فهم؟ ولو مع وجود راغب بأكثر، لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد. أو بكيف شئت فلو بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد. أو بما عز وهان فله بيعه، وممكن يقول له بع بما عز وهان، يعني بأي حاجة، بع بما عز وهان، دي برضو صيغة رابعة. أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة، لأن مال الجنس فيشمل النقد والعرض. ولما قرنه في الأخيرة بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير، وكم للعدد فيشمل القليل والكثير، وكيف للحال فيشمل الحال والمؤجل. واضح؟ قوله أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، يعني لا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، أي إلا بيعا وشراء متلبسا بثلاثة شرائط. قول أحدها أي أحد الشرائط الثلاثة. وقول أن يبيع أي أو يشتري بقى، يعني موكلته في البيع او في الشراء. فهو بيقول ان يبيع هنا يعني كمثال، يعني لانه ممكن تبقى وكالة في الشراء زي ما يبقى في الكالة. فبيقول لك ان يبيع اي او يشتري كما يعلم بما قبل. ولو قال ان يعقد لكان احسن واخسر. اما يقول يعقد يبقى العقد ينفع يبقى فيه بائع او يبقى مشتري وخلاص في كلمة واحدة. بقى بيقول يبيع ونقول طب ولو اشترى، لا قول يعقد بقى، تبقى كلمة واحدة تؤدي المعنى من غير تكرار. ولو قال أن يعقد لكان أحسن وأخسر، كان أحسن إيه وأخسر يعني في العبارة. ولذلك عبر به الشيخ الخطيب، الخطيب الشربيني في الشرح قال كده، قال وله أن يعقد فكان أخسر وإيه وأحسن. وقوله بثمن المثل أي فأكثر في مسألة البيع، أو أقل في مسألة الشراء. في البيع انت عايز تبيع بأعلى سعر، وفي الشراء عايز تشتري بأقل سعر، مش كده برضو؟ يبقى لو كان بيشتري يبقى له ان ايه، يبقى معناه يشتري بأقل سعر، ولو قلت له بيع يبقى يبيع بأعلى سعر مناسب. وليس لوكيل بشراء شراء معيب. انا قلت له اشتري كذا ووكلته في الشراء، ما يشتريش حاجة معيوبة بقى، فيها عيب يعني. وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتداء الاطلاق عرفا السليم. لما اقول له اشتري لي خروف اضحية، ما حددتلوش، يقوم يجيب لي خروف اضحية ويكون مريض هزيل، ما ينفعش.
مع ان ما قلتلوش لا هزيل ولا سليم، لان العرف بيقتضي ان انا لما اقول له هات لي حاجه اضحيه تبقى غير معيبه، فما يجيبليش حاجه معيبه مكسوره القرن او حولاء او عضباء او تولاء، اللي هي الحاجات اللي هي الشروط المعروفه في الاضحيه. وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم. وقوله لا بدونه اي لا بدون ثمن المثل، يعني مش يبقى اقل، ليس لا بدون ثمن المثل يعني لا اقل من ثمن المثل. في مسألة البيع يعني اقل منه بما لا يحتمل غالبا. طب ممكن يبقى اقل منه حاجة بسيطة؟ لو محتملة تمشي، عشان كده قالك ولا بغبن فاحش، على اساس ان هو لو قل بسيطة حاجة بسيطة تمشي. قول ولا بغبن فاحش فإنه عطف تفسير، فمحل عدم الصحة إذا كان بغبن فاحش بخلاف اليسير. زي ما قلت لك يبيع الحاجة اللي بألف يبيعها بتسعمية وخمسين، تسعمية وتمانين، ماشي كويس، لكن ما يبيعش الحاجة بمؤلف بتمنمية، كتير كتير قوي، 20% خصم عن ثمن المثل كتير. اختلفوا في تحديد الغبن الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا 10% يبقى ممكن اقصاها 10%، ام الف اقصى حاجة يبيع ب900 على اساس 10%، اقل من كده يبقى كده غبن فاحش. بعض الفقهاء قالوا 10%، بعض الفقهاء قالوا 15%، بعض الفقهاء قالوا 7%، وبعض الفقهاء تركوها للعرف، عرف التجار. تسأل التجار انتوا ده يعني اللي يسموه ايه، يعني الرينج بتاع السعر نفسه، الرينج اللي هو المدى، مدى السعر، يقول لك ايه ده يتراوح سعره من كذا لكذا من كذا لكذا، طالما في حدود هذا التراوح يبقى غير غبن فاحش. تسأل التجار اللي بيتاجروا في البضاعة دي، انا عايز اجيب البضاعة بالمواصفات الفلانية هلاقيها في السوق بكام الايام دي؟ يقول له هتلاقيها في حدود 100 ل 120، يبقى ادي الرينج ده، يبقى ما بيجيبهاش اقل من 100 ولا يشتري، ما يبيعهاش اقل من 100 ولا يشتريها فوق 120. واضح؟ لو اشتراها فوق 120 يبقى غبن فاحش، ولو باعها اقل من 100 يبقى غبن فاحش، لان تركناها للعرف. واضح؟ وهو ما يحتمل غالبا. واذا باع بثمن المثل وهناك راغب بازيد ولو في زمن الخيار لا للمشتري، فهو كما لو باع بدونه في التفصيل، فلا يصح اذا كان بغبن فاحش. الصورة دي امتى؟ ازاي؟ انا قلت له بيع العمارة دي، العمارة دي ثمن المثل بتاعها 1,000,000 جنيه، راح بيعها بمليون جنيه، وفي زمن الخيار، في زمن خيار قاعدينه، قلنا بس في خلال اسبوع احنا ايه نقرر يبقى البيع ده لازم ولا مش لازم. جاله في زمن الخيار ده واحد قال له انا اشتريها ب1,500,000، فهمت؟ طب افرض هو انجز البيع اللي بالمليون وممشيش مع اللي عايز اكتر، يبقى يصح ولا لا يصح؟ قال لك اذا كان الغبن فاحش لا يصح، لو كان السعر المتفاوت ده كبير في الحد اعلى من الرينج اللي احنا قلناه اللي هو المدى، يبقى ده غبن فاحش يبقى لا يصح. طب لو كان في الحدود يبقى ما تفرقش، يعني جاء قال هاخدها ب1,200,000 جنيه، خلاص بقى ما تفرقش، وهو راح بيعها بالمليون تمشي، لان ده ما يعتبرش غبن فاحش. يمكن هو ليه وجهه نظر ان اللي هياخدها بالمليون ده مضمون اكتر، يعرفوا ان هو يعني بيدفع بسهوله، والتاني يمكن يماطل، يمكن ليه وجهه نظر تانية. واذا باع بثمن المثل وهناك راغب بازيد، يعني في واحد تاني عايز ياخد بازيد، ولو في زمن الخيار لا للمشتري، يعني الخيار ليه هو للبائع مش للمشتري، فهو كما لو باع بدونه في التفصيل، كانه باع باقل من ثمن المثل. احنا قلنا في مساله ثمن المثل لو باع بغبن فاحش لا يصح، يبقى قال لك برضه ان لو كان بغبن فاحش لا يصح، يعني في نفس المساله. فلا يصح اذا كان بغبن فاحش بخلاف اليسير، فيجب البيع له في الاول، فان لم يفعل، طب افرض ما فعلش وفي غبن فاحش، ينفسخ العقد، لانه خلاص بقى تفريط.
فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول وإن لم يعلم بعين الراغب. يعني لو ما عملش كده كان في غبن فاحش وعرف ان في راغب واحد شاري بثمن عالي قوي اعلى من كده، وانه لو استمر في العقد الاول يبقى في غبن فاحش، واستمر وباع قال لك يبقى ايه ينفسخ هذا العقد، ولو ما كانش عارف اسم الراغب كمان. عين الراغب يعني مش عارف هو مين، ولا عنوان ولا اسم ولا اتصل بيه، ده مجرد كلام جلو، واحد قال له انا اعرف واحد يشتري باكثر. خدت بالك؟ قول وهو اي الغبن الفاحش، وقول ما لا يحتمل في الغالب اي ما لا يغتفر في الغالب، بخلاف اليسير وهو ما يحتمل في الغالب. فبيع ما يساوي 10 من الدراهم ب9 منها محتمل بخلافه من الدنانير. الدرهم قيمته اقل كتير من الدينار، فعشر دراهم حاجة بعشر دراهم بعتها ب9 دراهم ما يجراش حاجة، لان قيمة الدرهم بسيطة. لكن الحاجة اللي بعشر دنانير ابيعها ب9 دنانير الدينار قيمته كبيرة، ده غبن فاحش، لان الدينار ده ذهب اغلى كتير. فهمت؟ بخلافه من الدنانير وب8 غير محتمل، يبقى كأنه خلى الايه المحتمل في حدود 10%، مش كده برضو؟ خلاه ازيد من 10% وغير محتمل، كأنه هنا جعلها السوق هو اللي بيحكم. والصواب الرجوع في ذلك لمين؟ للعرف. واللي يحدد العرف التجار بقى والتعاملات في السوق. قول والثاني اي من الشرائط الثلاثة، قوله ان يكون بثمن، ان يكون ثمن المثل نقدا اي حالا، يبقى نقدا يعني حالا كما اشار اليه الشارع. هو حقه كان يقول نقدا اي ايه ايدا بيد، لكن كلمة حالا دي تحتمل النسيئة وتحتمل الايه الاجل الحلول، مش كده؟ حالا بتحتمل الاثنين، فكان حقه يعبر هنا ويقول يدا بيد كما عبر عنها النبي في ايه في حديث الربا، الا ان يكون يدا بيد او هاء وهاء. شوف لفظ النبي قال ايه، هاء وهاء اللي احنا نقول هات وخد، هو قايل في حديث كده اي الا ان يكون هاء وهاء يعني هات وخد. ادي معنى ايه ان يكون نقدا اي حالا كما اشار اليه الشرع. وقوله فلا يبيع الوكيل نسيئة اي لاجل، وهو تفريع المفهوم. وقوله وان كان قدر ثمن المثل بل او اكثر، وهو غاية في عدم صحة بيع الوكيل نسيئة، ومحله عند عدم اذن الموكل كما يعلم من ممر. والثالث من الشرائط الثلاثة، يبقى كأن بيقول هنا ان يكون ثمن المثل نقدا، كأن نقدا دي تتفك تبقى حالا يدا بيد، كأن نقدا دي تساوي معنيين الحلول والقبض. يبقى نقدا هنا لما قرينا كلام الشيخ في التفسير فهمناه انها تساوي معنيين، يراعي المعنيين دول، الحلول يعني ليس على الاجل، والايه والقبض اللي هو يدا بيد. واضح؟ وقوله فلا يبيع الوكيل نسيئة، والثالث من الشرائط الثلاثة، وقوله بنقد البلد أي بلد البيع لا بلد التوكيل. أنا عملت له التوكيل في جدة، وإحنا شغالين مع بعض في السعودية، فكنا قاعدين في جدة، فرحت أعمل له التوكيل وهو نازل مصر، وأنا العقارات بتاعتي في مصر، فراح عملنا التوكيل في إيه؟ في جدة، في بلد، والبيع هيتم في البلد الاخرى، يبقى في البلد التانية، يبقى معناه يبيع بنقد البلد التانية مش بلد اللي احنا عملنا فيها التوكيل، مش بنقد البلد اللي عملنا فيها التوكيل، البلد اللي هيبيع فيها، نقد البلد اللي هيبيع فيها مش نقد البلد اللي عملنا التوكيل فيه. فهمت ازاي؟ قوله فلو كان في البلد نقدان الى اخره، مقابل لمقدر معلوم من كلامه، فكأنه قال هذا ظاهر إذا كان في البلد نقدا واحدا، فلو كان في البلد نقدان إلى آخره. قوله فإن استوى أي في المعاملة ونفع الموكل، وقوله تخير، افرض فيها نقدين والنقدين مفيدين وكويسين والناس بتتعامل بيهم عادي، يبقى يتخير اللي يعجبه.
تخير أي بينهما، فإذا باع بهما معا فالمذهب الجواز وإن وقع فيه تردد للأصحاب. طب افرض باع بالاثنين، خد 50% من قيمة الثمن بنقد و50% بنقد تاني، يعني خد شوية بالجنيه المصري وشوية بالدولار، فاهم؟ راح بيع بالاثنين والنقدين دول مستويان في القبول في هذه البلد. الفقهاء ابتدوا يقعدوا يفكروا، واخد بالك؟ تردد فيها الاصحاب، لكن على المذهب يجوز، المذهب اللي هو الراجح في الطرق، الراجح في الطرق من ايه؟ من اقوال الامام الشافعي. يبقى الراجح في الطرق اللي جاي عن الامام الشافعي يسموه المذهب، والراجح في الاقوال اللي هي اقوال الائمه المجتهدين في المذهب يسموه اوجه، واخد بالك؟ والراجح فيها يسموه الصحيح او الاصح. ده من حيث التفصيل، ايه العبارات اللي هي المصطلحات المذهب الشافعي. ساعات يقول لك المذهب، ساعات يقول لك الظاهر، ساعات يقول لك المشهور، ساعات يقول الاوجه، وساعات يقول لك الصحيح، وساعات يقول الاصح. كل حاجه بتبقى ليها معنى عنده. قول: ولا يبيع بالفلوس، اي لانها من العروض. الفلوس دي صارت من العروض اللي هي اللي ملهاش قيمه. يعني لو كان معايا زي ما قلت لك فلوس معدنيه، جنيهات معدنيه، قيمتها المعدن اللي فيه، لكن ما اقدرش اروح اشتري سياره بجنيهات معدنيه كده واديله مثلا 100,000 جنيه جنيهات معدنيه شويله، ما ينفعش. لكن ممكن يوديها للراجل بتاع المعادن يوزنها وياخدها معدن. اذا كانت معموله من نحاس ياخدها على انها نحاس، اذا كانت معموله من القصدير او معموله من اي معدن من المعادن ياخدها على انها هذا المعدن، لانها صارت عروض، عروض تجاره، فهمت؟ وليس فيها قيمه يعني. وقول: وان راجت رواج النقود غايه في عدم البيع بها، وهذا مبني على ان المراد بنقد البلد كان من الذهب او الفضه خاصه، والوجه أن المراد به ما يتعامل به فيها عادة ولو من العروض. أهو علشان يدخل الجنيه المصري بقى. العادة الوقت بقينا نتعامل بالجنيه المصري ولا هو ذهب ولا فضة، نتعامل بالدولار ولا هو ذهب ولا فضة، فخلاص. فيشمل حينئذ الفلوس إذا جرت العادة بالمعاملة بها وكذلك غيرها من العروض. قول: ولا يجوز، أي ولا يصح أيضا. وقول: بيعا مطلقا ليس بقيد فلا مفهوم. وقول: من نفسه، اي لنفسه، يعني ما يبيعش من نفسه لنفسه زي ما قلت لك. وقول: ولا من ولده الصغير، اي ولا لولده، يعني من هنا بمعنى اللام، من بمعنى اللام، لان حروف الجر بتحل محل بعضها البعض. ولا من ولده. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. مش هم قالوا كده للمؤمنين، لا، ده قالوا عن المؤمنين في مجالسهم، فهمت؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، في سورة الأحقاف، مش كده برضو؟ تبقى للذين امنوا هنا بمعنى عن الذين امنوا، فهمت بقى؟ يبقى احيانا حروف الجر تحل ايه محل بعضها البعض. طب وبتعرف ازاي؟ من السياق. تعرف ازاي هي تدل على ايه بقى؟ من السياق والسباق. تقوم تراعي السياق الكلام وسباق الكلام، تقوم تفهم هو يقصد ايه. واضح؟ عشان كده لابد ان الانسان يتعلم العربيه بعمق علشان يفهم كلام العرب، والا ممكن يختلط عليه، لان العرب دول استعملوا اللغة بتاعتهم بإيه؟ بحرفية، يعني محترفينها. يقوم يغير لك حرف مكان حرف عشان هو يقصد حاجة تانية، وإن كان المعنى المراد المقصود الأولاني هو برضه المقصود، لكن هو جاب لك حرف تاني علشان يبين لك معنى آخر. زي إيه مثلا؟ يسموه التضمين. علماء البلاغة بيسموه التضمين، إنك أنت تجيب حرف غير الحرف المعتاد. يعني مثلا إيه؟ يعود، كلمة فعل يعود تملي يتعدى إلى، يقول يعود إلى بيته، مش كده برضه؟ ما تقولش يعود في بيته،
اشكاله برضه. حد بيقول يعود في بيته، يعود في عمله، ما بيقولش، لكن يقول لك يعود الى بيته او يعود الى المسجد، مش كده برضه؟ لكن شوف القرآن قال ايه، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله، ما قالش ان نعود اليها. طب ليه بقى؟ مع ان كان المفروض يقول ايه نعود اليها، لان يريد ان يضمن معنى انه لم يكن فيها اصلا، يريد ان يقول انه ما كانش كافر اصلا. سيدنا شعيب لما قال ايه، ولا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، ربنا عليك توكلنا، فهمنا من كلمه فيها بدل اليها ان هو قبل النبوه ما كانش معاهم في اعتقادهم، يعني وما يكون لنا ان ندخل فيها لاننا لم نكن فيها اصلا. فهمتني ازاي؟ يبقى كلمه فيه هنا ادتني معنى مضمن ان هو لم يكن فيها اصلا ولن يكون فيها في المستقبل، شملت الماضي والمستقبل. يبقى لما يسموه التضمين، تضمين معنى في الماضي وهو يتكلم على مستقبل. فهمت؟ ادي تغيير حرف اللي هو ايه، حرف التعدي. علشان كده في لغة العرب ايه ساعات يعني يغير الحرف علشان يضمن معنى جديد، يضمن معنى جديد. هنا برضو نفس الحكاية، لما تيجي تقراها ولا يجوز ان يبيع من نفسه، تفتكر ايه يبيع من نفسه يعني؟ تحاول تفهم من بالمعنى المترادف لذهنك وتفهمها، يعني هو يقصد ولا يجوز ان يبيع لنفسه. ليه قال من؟ عشان يضمن معنى ان هو هيبيع لنفسه من نفسه، يبيع لنفسه بصفة مشتري، من نفسه بصفة وكيل. فهمت بقى؟ فلما قال من هنا يضمن معنى ان هو ليه صفتين في عقد واحد، صفة بائع ومشتري في آن واحد، بائع بصفته وكيل ومشتري بصفته لنفسه. فلو قال ولا يجوز له ان يبيع لنفسه مش هيتأتى المعنى ده. فهمت بقى؟ عشان كده قال لك ولا يجوز له ان يبيع من نفسه، اي لا يجوز له ان يبيع من نفسه لنفسه. فهمت بقى المعنى؟ يبقى لغة العرب فيها العمق ده، وعشان كده قال لك ان معرفة الحروف دي هو سر فهم اللغة. الحروف دي، معرفة معاني الحروف هو سر فهم اللغة، اللي يفرق من انسان لانسان في عمقه في فهم اللغة انه يتعمق في فهم الحروف. فهنا بيقول ولا يجوز، اي ولا يصح ايضا بيعا مطلقا ليس بقيد فلا مفهوم له، وقول من نفسه اي لنفسه، وقول ولا من ولده اي ولا لولده الصغير او المجنون او السفيه، لانه يعتبر هو كانه ولايه اجبار. يعني لو كان لا يجوز ان يبيع من نفسه لنفسه او لمن يتولاه ولايه اجبار، صغير لصغر سن او لسفه او لجنون، يسموه ولايه اجبار. فلو عبر بموليه لكان اشمل، ولو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لم يصح أن يبيعه برضه لنفسه. يعني أنا قلت له بيع العمارة دي وعملت له توكيل يبيعها لي بمليون جنيه، ما ينفعش يبيعها لنفسه بمليون جنيه برضه، مع إن أنا قلت له بيعها بمليون جنيه، لا ما يبيعهاش لنفسه، يبيعها لغيره ولو قدرت له الثمن. واضح؟ طب افرض هو عايز يشتريها، يقول له طب وتعمل لي توكيل ليه؟ أنا خدها يا سيدي بمليون وخلاص، ويتم العقد بين الأصيل وبينه كمشتري بقى، سهلة، إنما يلفش ويدور. فاهم؟ ولو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لم يصح أن يبيعه لنفسه ولا لموليه، وإن لم يكن هناك تهمة لاتحاد القابل والموجب، لأنه ما ينفعش يبقى بائع ومشتري في عقد واحد. ما ينفعش يبقى بائع ومشتري. يعني هو ينفع يبقى وكيل عن الزوجة ويزوجها لنفسه؟ ما ينفعش الا للنبي بس، دي خصوصيه للنبي في الاحكام. وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكع خالصه لك من دون المؤمنين، في النبي بس. ليه؟ لكمال شفقه النبي على امته، ما فيش اي تهمه. انما غير كده لا، ما ينفعش ان انا ابقى وكيل عن امراه في عقد زواج فاروح مجوزها لنفسي.
ما ينفعش بقى. فهمت بقى ازاي؟ وان لم يكن هناك تهمه لاتحاد القابل والموجب، لان اصبح العاقدين طرف واحد، العاقدين طرف واحد، البائع والمشتري بقوا بني ادم واحد، ما ينفعش. نعم، لو قدر له الموكل الثمن ووكل الولي عن موليه من يقبل له وصرح له الموكل صح البيع. يعني في الصورة دي لف ودوران بقى، يعني الموكل قال له بيع بمليون، وجاء الولي انا ولي عن ابني الصغير عايز اشتري العمارة دي بمليون لابني الصغير، وهو وكلني ان انا بيعها بمليون، فانا قلت اشتريها للولد الصغير ده. ما ينفعش ان انا اشتري من نفسي لنفسي وانا وكيل، واعمل ايه؟ اروح انا موكل واحد تاني عن ابني عشان يبقى طرف تاني، فهمت؟ والموكل يبقى موافق، يبقى يصح العقد بالطريقه دي. فهمت بقى ازاي؟ شوف اقرا كلام الشيخ تاني. نعم، لو قدر له الموكل الثمن، يعني قال له بمليون جنيه، ووكل الولي عن موليه من يقبل له، الولي اللي هو الاب مثلا او العم، عن موليه اللي هو الطفل الصغير، وكل واحد تاني، جاب محامي تاني وكله لابنه الصغير، واضح؟ وصرح له الموكل، يعني والموكل موافق على كده، صح البيع. فهمت الصورة دي؟ فهمتم؟ طيب، وقوله ولو صرح الموكل للوكيل الى اخره غاية في عدم البيع من ولده الصغير. لكن لو حتى في الصورة الأولانية لو الموكل صرح للوكيل ان يبيع لابنه الصغير بالوكالة دي من غير ما يلف اللفة اللي قلناها، لا يصح برضه. ليه؟ الاتحاد الموجب والقابل، لأن احنا قايلين من شروط عقود البيع ايه؟ الصيغة، والصيغة إيجاب وقبول، بعت والتاني يقول قبلت. فهيقول لنفسه بعت ويقول لنفسه قبلت؟ هيقول لنفسه زوجت وفي نفس الوقت ايه قبلت؟ ما ينفعش. الاتحاد القابل والموجب. فهمت ازاي؟ ولو صرح الموكل للوكيل غاية في عدم البيع من ولده الصغير، وقوله كما قاله المتولي معتمد معتمد، وقوله خلافا للبغوي، خلاف البغوي ده ضعيف يعني. يقول هنا والاصح انه يبيع لابيه وان على، احنا قلنا ما ينفعش يبيع لابنه الصغير ولا للسفيه ولا للمجنون اللي هو ولي عليه، لكن ممكن يبيع لابنه الكبير والابوه، لان الابن الكبير والاب ليهم ايه؟ ليهم ذمه ماليه منفصله، اصبح طرف اخر. ممكن اجيب ابني الكبير واقول له ايه؟ بعتك بالوكاله هذه العماره واخد بالك بثمن كذا عن فلان، يقول الثاني قبلت. وكذلك الاب ممكن، وان على، يعني الاب والجد وهكذا. والاصح انه يبيع اما يقول لك والاصح يبقى في دليل في وجه مقابل للاصح في الشرعيه، لا يجيز. لا يجيز انه يبيع لا الاصل ولا الفرع مطلقا صغير او كبير، خوفا من ان يكون في نوع محاباه. يبقى الوجه اللي ايه؟ اللي قال لا يصح مطلقا خايف لا يكون في محاباه لوجود علاقه القرابه. فاهم؟ تانيين فصلوا، الوجه التاني فصل قال لك لا مش هيبقى في محاباه طالما الاخرين لهم ذمه ماليه منفصله، فليهم رايهم برضه، انا مش هفرض على ابويا يشتري الا لو هو شايف ان البيع ده هيفيده، ومش هفرض على ابني اللي هو البالغ الرشيد انه يشتري هذا الا لو شايف ان هو مفيد ليه. فهمتني ازاي؟ وبالتالي قالوا ان الاصح يصح اذا كان لابيه او لابنه البالغ الرشيد، لكن الصغير لا، الاتحاد القابل ايه؟ والموجب والقابل. الموجب اللي هو يقول له بعتك ده اسمه الايجاب، والقابل اللي يقول قبلت ده اسمه القابل. والاصح انه يبيع لابيه وان على، يعني ابوه ابو ابوه ابو ابوه وهكذا، وان على يعني اجداده يعني. وابي لابيه او لامه، الاب للام او الاب للجد، مش كده برضه؟ بخلاف ابواب المواريث، الاب للام ملوش دخل في المواريث، مش كده برضه؟ سموه الجد الفاسد. الفاسد مش هو اللي وحش يعني،
يعني لا تأثير له في ايه، في القسمة. فهمت ازاي؟ ملوش تأثير، وجوده زي عدم. ده الجد الام، بس عبروا عنه في ابواب المواريث بالجد الفاسد. هو تعبير يعني مش لطيف، لكنه اشتهر يعني. والاصح انه يبيع لابيه وان علا، ولابنه البالغ وان سفل. ابنه البالغ ممكن يبيع لابنه البالغ، ابنه اللي عنده 20 سنة. طب وحفيده عنده 20 سنة يبيع؟ واخد بالك؟ طب وحفيد حفيده عنده 20 30 سنة يبيع، وهكذا. وان سفل يعني وان كان ايه، في الاحفاد يعني. هذا مقابل لقوله من نفسه ولا من ولده الصغير، وقوله ان لم يكن سفيها ولا مجنونا، اي ان لم يكن ولده البالغ سفيها او مجنونا، والا فحكمه حكم الصغير، لانه هيبقى عليه ولايه برضه، ولايه سفه وجنون، حجر يعني، نوع من الحجر. وقوله فان صرح الموكل للبيع بالبيع منهما، اي لهما، اي لابيه وابنه البالغ بالقيد المذكور، وهذا مقابل لمقدر، وكانه قال هذا ان لم يصرح الموكل بالبيع منهما، وهذا تقييد للخلاف المشار اليه بقول والاصح، ولذلك قال هنا صح جزما اي قطعا. طب افرض صرح الموكل بالبيع لهما، صح جزما ومش محتاج بقى التفصيل. افرض وهو انا بعمل له التوكيل يبيع، فقال لي انا هشتريها لابني الصغير، فانا وافقت، خلاص بقى هو بقى ايه، كانه بقى هو مشتري وانا بائع. فهمتني بقى ازاي؟ صح جزما طالما اذنت، الاصيل يعني اذن. لكن لو انا وكلت وسكت ولم اذن، يبقى فيها التفصيل بقى، ان هو لا يصح لو كان صغير سفيه او كبير وسفيه، ويصح لو كان كبير او بالغ وغير سفيه ولا مجنون. قول ولا يقر الوكيل على موكله في الخصومة، لا يجوز الوكالة في الاقرار. الاقرار اللي هو ايه؟ اللي هو ان يشهد لغيره بحق في ذمته، يعني يشهد بحق في ذمته للغير، كويس؟ دي الاقرار. اقول انه فعلا انا اقر ان فلان اعطاني مثلا 1000 جنيه دين، اقريت، يبقى خلاص، يبقى علي ان انا اسدده، اقرار. ما ينفعش بقى الوكيل يروح يقر عن الموكل، لا يبريه يعني لا يبرئه من دين، ولا يقر بدين، ولا يعني يعمل عقد صلح في قضية فيها خصومة. ما ينفعش الوكالة في الحاجات دي، لا تصح الوكالة في الإقرار ولا في الإبراء ولا في صلح الخصومات. ليه؟ لأن دي بتبقى فيها وجهات نظر كثيرة، فيبقى الأصيل هو اللي يشتغل بقى، الوكيل ما يشتغلش فيه. ولا يقر الوكيل على موكله أي في الخصومة، فصورة المسألة أن الموكل وكل شخصا في خصومة عنه من دعوى وجواب، كما أشار إليه الشارح بقوله فلو وكل شخصا في خصومة إلى آخره، وهذا متعين لأنه لا يصح التوكيل في الإقرار على الأصح كما سيذكره الشارح. طب ما أنت ساعات بتوكل محامي عشان يرفع قضية لصالحك، كأنك بتوكله في الخصومة. أيوة، بس ده القضية دي إجراءات، بتوكله يعمل إجراءات القضية، الإجراءات الشكلية. وقت بقى المحكمة بتروح أنت تحضر، يبقى ايه؟ يبقى توكيلك للمحامي في اجراءات الخصومه ده جائز، انه يعمل لك الاجراءات، الاوراق من حيث الصوره، لكن من حيث بقى وقت الاقرار امام القاضي لازم الاصيل هو اللي يحكم. ما ينفعش المحامي تبعته تقول له قر بالنيابه عنه، القاضي ما يقبلش اقرار، يقول له هات لي الايه؟ صاحب الدعوه هو اللي يقر. ولا يقر الوكيل على موكله أي في الخصومة، فصورة المسألة أن الموكل وكل شخصا في خصومة عنه من دعوى وجواب، كما أشار إليه الشارح بقوله فلو وكل شخصا في خصومة إلى آخره، وهذا متعين لأنه لا يصح التوكيل في الإقرار على الأصح كما سيذكره الشارح. على الأصح معناه أن في إيه؟ في وجه تاني ضعيف يقابله، لكن الفتوى على خلافه. قوله لم يملك الإقرار على الموكل، فليس له أن يقر عنه. وقول ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه، فليس له أن يبرئ منه ولا أن يصالح عنه. قوله وقول مبتدأ خبر
خبره ساقط في بعض النسخ وسقوطه أولى، لأن الأصح أنه لا يصح أن يقر الوكيل على موكله مطلقا، أي سواء كان بإذنه أو لا، وهذا بالنظر للإقرار. وأما بالنظر لما ذكره الشارح من الإبراء من دينه والصلح عنه فذكره صحيح لصحتهما من الوكيل بالإذن. يعني الإبراء والصلح لو أذن يصح، لو أذن له، لكن الإقرار حتى لو أذن لا يصح. وقول والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح، فقول المصنف إلا بإذنه ضعيف، فإذا قال لغيره وكلتك لتقر لفلان بكذا فقال الوكيل أقررت عنه لفلان بكذا لم يصح، لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل. كالشهادة، أنت شهدت شيء فما ينفعش توكل واحد يقول اللي شهدته قدام القاضي، لا ما ينفعش تروح أنت تقول، لأن الشهادة دي أمر شخصي أنت شفته بعينك، فأنت هتخلي عين الوكيل زي عينك، ما تحلش محلها، واضح؟ لكن الموكل يكون مقرا قطعا إن قال وكلتك لتقر عني لفلان بألف له علي، لأنه جمع بين عني وعلي، ويكون مقرا على الأصح إن قال وكلتك لتقر عني لفلان بألف، لأنه ذكر لفظ عني دون علي، ولا يكون مقرا قطعا إن قال وكلتك لتقر لفلان بكذا إلا أنه لم يذكر عني ولا على، ولا يكون مقرا على الأصح إن قال وكلتك لتقر لفلان بألف له علي لعدم ذكره عني مع ذكره علي، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. دي تفاصيل لغوية، يعني لما أقول له وكلتك لتقر عني أو لتقر علي، ففصل الفقهاء بين عني وعلي. أنا في رأيي في اللغة بتاعتنا الوقت العوام ما عندهمش الدقة اللغوية دي، فالأفضل إن نقول الإقرار مطلقا بأي صيغة لا يصح. ليه؟ لأن الناس دلوقتي لغتهم ضعيفة، تيجي تقول له ده عني بمعناها كذا وعليا بمعناها كذا وده تقتضي كذا وده، هتلاقيه اتلخبطه. كويس؟ فالأحسن إن احنا نقول لا يصح الإقرار مطلقا لضعف الناس في اللغة الآن وعدم تمييزهم بين معاني الحروف، إنما كان زمان الناس علماء بالحروف وعلماء باللغة فتفرق معه. والحمد لله بهذا نكون انتهينا من الجزء الأول من كتاب حاشية الشيخ الإمام البيجوري رحمه الله تعالى، وكنا بدأنا هذا الجزء الأول في مسجد حراء في المقطم أيام السبت، ابتدأنا في 12 شوال 1424 هجرية الموافق 6 ديسمبر 2003، وانتهينا منه في آخر يوم من رجب وفي ليلة شعبان، الليلة الأولى من شعبان سنة 1431، يعني من 23 ل 31 كم سنة؟ سبع. يبقى 7 سنين، يعني بقى لنا 7 سنين وعدة أشهر في المجلد ده. الحمد لله خلصناه، والحمد لله الذي يسره علينا ولنا. كان زمان حشية البيجوري دي تتشرح في الأزهر الشريف يوميا، يخلصها في 11 سنة. شيخ العمود يمسكها يقعد يوميا كل يوم يقرأ فيها ويشرح يقرأ فيها، بس كان زمان شرحهم مش زينا، كان يقعد يمسك السطر يعرف كل كلمة الأول ويقول معنى كل كلمة ويقول آراء المذاهب المختلفة في المسألة والأدلة الفقهية والأوجه، وينشر بقى يقعد يتكلم بقى براحته، فيخلصها في 11 سنة وبيجي يوميا ويقعد مثلا من ايه من بعد الشروق للظهر على عمود. كان زمان كده، بس دلوقتي ما بقاش في شيخ عمود، في العمود بس من غير الشيخ، الشيخ مات رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا. يجوز الوكيل يجوز ان يوكل غيره في نفس المسألة. وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في شهر شوال في اجازة من درس الفقه شعبان ورمضان، لان الازهر زمان كان ياخد اجازه كده، الاجازه السنويه بتاع الازهر زمان كان ياخد شعبان ورمضان اجازه ويبتدوا بعد العيد باسبوع شوال، فاحنا ايه يعني هناخد برضو شوال ورمضان اجازه ان شاء الله، ونلتقي بعد ذلك حتى نبدا في المجلد الثاني من هذا الكتاب المبارك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله